بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك. يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي لوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام: قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.